فيما يتعلق بالخصال الثلاثة، قال أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. نقلت لكم كلاما عظيما لابن رجب رحمه الله وأشرت أن عامة كتب العقائد لأئمة السلف لا يخلو شيء منها، سواء كانت مطولة أو مختصرة، من التنصيص على هذا الأصل، لأنه جزء من الدين، لا بد أن تتخذ الإمارة دينا، ولهذا يذكرونها في كتب الاعتقاد، لأن الدين أصلا ما ينتظم إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. وثمة نقول كنت جمعتها من كتب الاعتقاد لأئمة السلف رحمهم الله تعالى، لعلنا نقرأها ونستفيد منها فيما بقي من وقت. نعم. قلتم حفظكم الله: وإن من نهج أهل السنة والجماعة وسبيلهم مع ولاة أمرهم أنهم يرون وجوب السمع والطاعة لهم في المنشط والمكره أبرارا كانوا أو فجارا، وإنما الطاعة في المعروف، فإن أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وينصحون لهم ولا يدعون عليهم بل يدعون لهم بالصلاح والمعافاة، ولا يرون جواز الخروج عليهم ولا قتالهم ولا نزع يد الطاعة منهم، وإن جاروا وظلموا بل يعدون ذلك من البدع المحدثة. قال إمام أهل السنة والجماعة إمام أهل السنة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هي الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. ثم ذكر أمورا ثم قال: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجماعة خلفه وخلف من ولي جائزة تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة أن تصلي معهم ركعتين من أعادهما فهو مبتدع، وتدين بأنها تامة ولا يكون في صدرك من ذلك شك. ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين، وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. ثم ذكر بقية الأصول، أصول السنة التي من فارقها لم يكن من أهل السنة، وذكر نحوا من هذا وقريبا منه الإمام علي بن المديني رحمه الله في عقيدته. وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضا: هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم فيها،
من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها. فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة، زائر عن منهج السنة وسبيل الحق. وذكر أمورا من أصول الاعتقاد، منها قوله: والانقياد إلى من والله الله أمركم، لا تنزع يدا من طاعته، ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع، ولا تنكث بيعته، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة. وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه. وقال الإمام البخاري رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر. وذكر جماعة منهم ثم قال: ما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء. فذكر أمورا منها: وأن لا ننازع الأمر أهله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، وطاعة ولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم أو من وراءهم. ثم أكد في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وألا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل: لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. قال ابن المبارك: يا معلم الخير، من يجترئ على هذا غيرك؟ وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقد من ذلك، فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم، وذكروا أمورا منها: ونقيم الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، فإن الجهاد ماض مذ بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع ولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء، والحج كذلك، ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. وقال سهل بن عبد الله التستري: وقد قيل له: متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ قال: إذا علم من نفسه 10 خصال: لا يترك الجماعة، ولا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف، ولا يكذب بالقدر، ولا يشك في الإيمان، ولا يماري في الدين، ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بالذنب، ولا يترك المسح على الخفين، ولا يترك الجماعة خلف كل وال جار أو عدل. نعم، هذه من أين موضعها؟ شرح الاعتقاد للالكائي رحمه الله. النقول هذه كلها جاءت في ماذا؟ هذه من كتاب المختصر. أيوة، مختصر في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمور لشيخ الإسلام رحمه الله بتحقيقكم. نعم، يعني هذه في المقدمة، مقدمة هذا الكتاب فيها نقول كثيرة من أئمة السلف الذي سمعنا، وأيضا ثمة يعني نقول أخرى، لكن لضيق الوقت لا يتسع لسرد بقية النقول عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات.
اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لرضاك، اللهم وفق ولي أمرنا لهداك وأعنه على طاعتك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيراً.